السلام عليكم عشاق هواتف سامسونج جالاكسي الفئة الرائدة القادمة. سامسونج جالاكسي S23 يتلقى شهادة جديدة تكشف أبرز ثلاث ميزات سيأتي بها هذا الهاتف الخرافي. كل هذا وأكثر أعزائي الكرام سوف تشاهدون إن شاء الله في هذا الفيديو، ولكن قبل بدء أتمنى منكم دعم القناة بقوة لكي نصل بسرعة ل 100,000 مشترك. فضلا منكم وليس أمرا، بالضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس واختر الكل لو توت أو أول وتابع الفيديو حتى النهاية. ولا تنسى أيضا إذا كنت تريد دعم القناة ماديا عبر الضغط على زر تشكرات أو تانكس أو ميرسي وشكرا لكم. ظهر هاتف سامسونج جالاكسي S23 العادي في العديد من التسريبات، وها هو الآن يظهر على منصة اختبار الأداء جيك بنش التي تكشف عن بعض التفاصيل الهامة بشأن مواصفاته قبل إطلاق. مواصفات سامسونج جالاكسي S23: بحسب المصدر، سيعمل الهاتف بواسطة معالج سناب دراجون 8 جين 2 ومعالج رسوميات أدرينو 740، كما سيأتي مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام ب 8 جيجا بايت ونظام تشغيل اندرويد 13 بطبيعة الحال. وذكر المسرب ديجيتال شات ستيشن في منشور عبر موقع ويبو الصيني أن الإصدار العادي جالاكسي S23 سيحصل على بطارية سعتها 3900 ميلي أمبير وليست 4000 ميلي أمبير، وهي أعلى من سعة بطارية هاتف الجالاكسي S22. وقال أيضا أنه سيأتي بشاشة بحجم 6 إلى 1 إنش بدقة فول اتش دي بلس، وهي نفس مواصفات شاشة الإصدار العادي السابق، مما يعني أن شركة سامسونج تمكنت من تزويد بطارية بسعة أكبر بدون زيادة حجم الهاتف. أكد المسرب أيضا أن بطارية الجهاز ستدعم قدرة الشحن المخيبة للآمال عند 25 واط، والتي تتوافق مع ما تم تسريبه سابقا في شهادة تريسي الصينية. ومن المحتمل أن يحصل الهاتف على تصميم مميز ومعالج متطور وجديد. هذه هي التفاصيل التي تم تسريبها حاليا، وبالتأكيد سنوافيكم بكل جديد حول هواتف السلسلة سواء تسريبات أو تصريحات رسمية وأخبار ممتعة حول هذا الهاتف الرائع. وتتمتع هواتف السلسلة بتصميم بسيط للغاية مع ثلاث كاميرات خلفية بارزة بشكل فردي. وكشف المسرب التقني الشهير آيس يونيفيرس عبر تويتر عن أغطية حماية مسربة لهواتف سامسونج جالاكسي S23 قمت بعملها البارحة في فيديو، والتي تتوافق بشكل أساسي مع التصميمات التي تم تسريبها من قبل أيضا. ما هي توقعاتك بشأن سلسلة هواتف جالاكسي S23؟ شاركنا عبر التعليقات ولا تنسى دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.